مين قال انه بيير جمي مات؟ بيير جمي حي بكل واحد فيكن اليوم، وكل واحد فيكن هو بيير جمي. اليوم لكم انه نبقى نحن بالصبر، نبقى نحن نستوعب الاخر مهما راد الاخر منه، او يتمرد او يقطع على ضروره، او يحاول قد ما بيقدر يدور الزوايا، ولكن قد ما لازم نضل نحن ايد وحده، نضل جمعه وحده، لانه بالنهايه مثل ما قلت لمن بيوقع الهيكل بيوقع على راس الجميع. ما لازم حدا يفكر بوقت من الاوقات انه يلغي هالكلمه الحره، هالكلمه البريئه اللي عم بيعبروا عنها الشباب اللي هن بالنهايه مستقبل لبنان، الا اذا كنا الا اذا كنا حقيقه ضمن مخطط تهجير الشباب لحتى ما بعرف بركي نصير نواب عنهم ببلاد الاغتراب. نحن بدنا نكون نواب عنكم بلبنان، بدنا نعبر عن كلمتكم بلبنان. ساعة بشيلوا على زميلنا جبران طويني كلام، ساعة بحوروا بكلامنا، أنا طلعت على الـ LBC بمقابلة ما حدا ضربني على إيدي، بركي عم يضربوا غيري على راسه، بس أنا بالنسبة لإلي ما حدا ضربني على إيدي. لما طلعت قلت بالكلام الواضح انه هيدا الكلام موجه الى النوعية السياسية من كل الاطراف السياسية، ولم اقصد على الاطلاق نوعية طائفية بامتياز الاخر، وانا كنت عم جاوب كلام سياسي بكلام سياسي. بعض المعقدين اجوا حوروا كلامي انه هذا كلام عنصري تاريخي مشرف كبيير جميل اني احكي الكلام مش مثل غيري بنطلون مفخور وجاي يعطينا دروس بالاخلاق او بالوطنية. عنا ايمان ووجدان بلبنان، لبنان البريء اللي ما بده حدا يفلسفنا كيف هو، لبنان البريء اللي ما بده حدا يعلمنا كيف بده تكون مسلكيتنا وكيف بده تكون محبتنا للبنان، لبنان اللي منحبه ما في له شريك، هل هي جريمة؟ لبنان اللي منعشقه وما منحب حدا غيرنا يعشقه، هل هي هاي جريمة؟ لا، زمور الخطر، لأنه ما بقى في حدا رح يجي يخلصنا وما بدنا ننطر حدا يجي يخلصنا. انتو جبهة الانقاذ، انتو ثوروا للحقيقة، ما حدا منهم بحب الدولة اللبنانية وما حدا منهم بيعشق قيام الدولة اللبنانية الحقيقية أكثر منا نحنا. نحنا اللي بيحط ايده بايدنا ما منفلتها لو هو أراد انه يفلتها، هاي مشكلتنا. وعدي لكم انه نحنا وياكم حنستمر بمعركة النضال حتى النهاية، ونحنا منوعدهم انه اذا كان القدر، اذا كان القدر اليوم شنص وحالفن، القدر نحن رح نتحدي، والقدر نحن رح منكسره اذا كان ضدنا. يا جماعة الفاتورة غالية، يا جماعة في ناس ماتت، يا جماعة في ناس اتقطشت، ما خلصنا وشبعنا بقى كذب ومسايرة؟ مش بعنا بقى ندجل على بعضنا بعض الامراض؟ مش بعنا بعض انه نبوس بعض الاجرين ونلحس بعض؟ ما رح اقول شو كرمال واحد يوصل. يلا سرطاني عبدين، سرطاني عبدين عبدين حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي. كل ما بشوفك على التلفزيون بصلب لك وبصلي لك بقى الله يحميك يا قلبي يحميك يا رب. ايه هاي يا شيخ، ايه هاي يا شيخ بيير من زغبة دربة، ايه هلا بي لبنان ولا بي اوروبا، ايه ها واللي بغدك بالسيف يبلا، ايه ها وتعجز عن جواد وكل الاطباء.
شعرك